دلوقتي دكتور أيمن منصور هيكلمنا على موضوع لطيف جدا اللي هو Biomechanics of Flexors and Extensor Tendons of the Hand. هانت خلاص اللانش بريك قربت معلش استحمله. طيب احنا هنقسم المحاضرة دي نصين، نص Flexors ونص Extensors. المفروض على اخر المحاضره اكون انا عايز اعرف ايه الفرق بين الفلكسورز اكستنسورز في الاناتومي، اعرف استراكشر بتاع كل واحد. بروجيكتور عينه صابته. طب مش مشكله السطرين دول عشان الوقت. عم حاول نبص على الناحيه دي. طيب خلاص احسن يقع على دماغ حد. نبص على الناحيه دي، هي شغاله واحده خلاص. بص ممكن نبص اغلبنا على هنا، حظ بقى اللي قاعدين على اليمين. المهم عايزين نعرف ستراكشر هيعمل ايه الفانكشن. عايزين نعرف حاجه غريبه جدا، الفلكس الاكستنسرز مهمه في فلكشن. واخر حاجه ازاي انا كجراح هستفيد من المحاضره دي اللي هو الغرض من اي حد قاعد. طيب التندون هو لو اشتغل تعرفوا ان التكنولوجيا دي سهله ازاي. شفتوا ده بقى اوحش ده بيمشي. المهم طيب التندن عباره عن ايه؟ التندن عباره عن ستراكشر موصل ما بين ماسل وبون. خلاص الستراكشر ده فيه صفتين مهمتين، اهم حاجه انه لازم يكون جليسنينج، يعني مش بيلمع بس، يعني ناعم مقصود نسموس. تاني حاجه انه يقدر يترانسميت الفورس، يعني ايه؟ يعني القوه ما يخسرش قوه مع الوقت ما بين العضله لما بتشده، ما يبقاش استك، يعني الاستيك ما ينفعش يبقى تندن لانه لما انا هكونتراكت اغلب الكونتراكشن هيروح في الاستيك وهو بيتمط، فكده كميه الحركه او الورك اللي هيتنقل من العضله للجوينت هتبقى حاجه قليله. طيب المورفولوجي بتاعنا ايه؟ نرجع تاني للمحاضرات بتاعت البيزكس. عندنا 70% كولاجين، ده الاساس الماده بتاعتي. الاهم فيها ان هي حواليها غلاف اندوتنن، كل كذا فاسيكل صغيره او كذا بارت من التندون ملفوفين مع بعض يبقى اسمهم ايبيتنون، وبعدين الباراتنون. طب الباراتنون ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تيشو، ده مش متنن خالص. لما نيجي نبص للستراكشر ده نلاقي ان احنا عندنا فيه سهم ازرق وسهم احمر. السهم الازرق ده هو الايبيتنون اللي هو يمثل الغلاف الخارجي اللي احنا بنشيله بنشوفه قصدي واحنا بنعمل تندن. السهم الاحمر ده يمثل كانه متقسم، وده بنشوفها كتير قوي الواحد يلاقي التندن زي ما يكون متقسم جواه. طب وهو ايه الغرض من السهمين دول؟ لانه حضرتك لما هتيجي تقرا الفلكسر تندن ريبير هتلاقي انه في انواع من الريبير قايمه على كور سوتشرز. الكور سوتشرز دي بتخاط الحاجات اللي السهم الاحمر، وسيركمفرنشال سوتشر بتخاط الحاجات اللي السهم الازرق. يبقى انا لازم اخيط التندنز ان لايرز. طب ايه الباراتنن ده؟ الباراتنن ده حاجه مش متشافه غالبا، حاجه مش محسوسه، ده عباره عن لوز ايريا تيشو، يعني هواء، شويه تيشوز كده وشويه هواء موجودين. طب ايه الغرض منهم؟ الغرض منهم انه انا اخلق اريا اوف ليس ريزيستنس بين التندو وبين الجراب اللي ماشي فيه، عشان اول حاجه يديه لك ديسنينج اكتر ويبقى ناعم اكتر. استفيد انا ايه من الموضوع ده جراح؟ مع انه حضرتك لما بتفتح البولي سيستم وهو بيهيل الباراتنون ده بيبوظ، فيبتدي يبقى السيستم ده ما هوش ناعم قوي للدرجه دي، يبتدي العيان يخسر. يبقى انا واحده من الجولز بتاعتي ان انا اعمل تندن ريبير من غير ما اكسبوز البولي كل سيستم كله. امال الشيث ده عباره عن ايه بقى؟ ده اللي مغلف لكل ده ما بعد الباراتنون، ده الشيث الفايبرس تيشو اللي ماشي جوه التندن. طب ربنا خلقه كده ليه؟ عشان يجايد الحركه ما بين ما التندن خارج من الفور ارم لغايه ما وصل العظمه، هيتحط في نقط كتيره من الحركه زي البكر بتاع المصانع. هو ده اللي هيخليني اجايد التندن، او زي سلك التليفون في الحيطه احط في كل نقطه معينه بلاستيكه تخليه يتحرك عشان ما يبقاش سايب كده وبيتحرك. طيب البوليز كتيره جدا عارفينها من A1 لغايه A5 على حسب مكانهم، منهم انواع سيركلر وانواع انيلر وانواع كروس اسمها C1، كل ده مش مهم خالص. المهم الA2 والA4، طب اشمعنى هم المهمين؟ عشان هم اللي بيكفر مسافه كبيره وهم الدامج بتاعهم بيتاثر بيه العيان قوي. طيب دي اناتومي، صباع مسلوخ مبين ايه؟ التندن والبولي سيستم عليه A1 اللي هي بروكسيمال بتاعت التريجر اللي بتروح في التريجر، A2 قدام البروكسيمال فالينجز، مفتوح A3 ده الويندو بتاعنا لو انت بتعمل تندن ريبير بتخش من على البولي رقم 3 اللي قدام الانترفالنجيال جوينت، وبعدين A4 و A5. حلو قوي. طيب عشان التندن ده يشتغل كويس المقصود بيها الافشنسي اوف ذا تندن، يبقى لازم التندن ده
قلنا ما يبقاش استك يعني الماسل والاكسكرشن بتاع التندون اللي هو قدرته على انه بيطول شويه، وكذلك الكونتراكشن بتاعه الماسل تتنقل اغلبها اذا ما كانش كلها للجوينت، عشان كونتراكت بمقدار 10 ومحرك مفصل بمقدار 9، ما ماشي كونتراكت 10 وحرك بواحد تمام. يبقى ده عشان يحصل كده ايه، لازم يكون السكه اللي ماشي فيها التندون كويسه. المقصود بالسكه دي هنا البولي سيستم، اهمهم A2 وA4، وكمان لازم تكون البولي قريبه جدا جدا من العظم، عشان احنا لما هنيجي نلاقي ان التندون بيبعد مع الكونتراكشن هيبتدي يخسر، يبتدي يخسر قوه قدام الجوينت، يبتدي زي ما انتم شايفين في الصوره، ان في الصوره اللي تحت مع اللوس اوف ذا بولي سيستم، الالوان رائعه جدا، مع اللوس اوف ذا بولي سيستم هيبتدي التندون يبعد عن العظمه بتاعته او الجوينت. وده في ناس كتير شافت الموقف ده بعد ريبير، هو شايفه انه معمول كويس جدا او حد عامله، تقول عني كونتراكتو في نص الرينج ويقف على كده ليه، هو الباور راحت خلاص ومش هجيب اكتر من كده، لانه نظريا التندون بقى اضعف لانه المومنت ارم بتاعته اقل، يعني بقى الجوينت بقى المومنت ارم بتاعته ازيد. تاني حاجه التندون نظريا بقى اطول من اللازم دلوقتي خلاص، فيبتدي يعمل less range of motion. يبقى عشان كده واحنا بنعمل surgery للتندنز، سواء بتعمل release للstiff finger، سواء بتعمل repair للتندن، انت مهم جدا تحافظ على اكبر قدر ممكن من البولي. عشان كده قلنا بولي A3D اللي احنا بنفتحها intention لما نعمل حاجة في المفصل. الاكزامبل اللي قبليها ده الراجل كل اللي عامله انه شايل من نص A2 ل A4، فشوفوا المنظر في الديجرام ده، احنا شايفين بولي سيستم ناقص من نص A2 ل A4، يعني حته صغيره جدا في تخيلنا، ومع ذلك عملت افكت رهيب جدا. طيب حد يعرف دي ايه؟ اسمها سوستة عامه، يعني مش مهم دي تنفع في حاجات كتير، فرم العجله، شنطه العربيه، كبوت العربيه. المهم ان قايمه على واير ممسوك من ناحيتين، بس الواير ده ما ينفعش يشتغل لوحده، الواير ده لازم يكون في مجرى، لازم يمشي جوه جراب. لو حضرتك اي سبب من الاسباب المجرى دي باظت، الواير ده مش هيشتغل. طبعا اكبر مثال ليها فرامل العجله زي ما انتم عارفين، المجرى دي الغرض منها انها تخلق سيرفيس سموث يتحرك فيه الواير افيشنتي، اما اقفل بايدي كده تتنقل الحركه دي كلها على العجله بتلف خلاص. تاني حاجه انه في خلال الجايدنس والسلك ده بيتحرك مش كده هبل رايح جاي رايح جاي، لازم يكون ممسوك في نقط في العجله، ما ينفعش امسك السلك في البادي بتاع العجله ما هو مش هيشتغل. فانا امسك المجرى والسلك معدي جوه المجرى، يبقى انت عامل له جايدنس. عشان كده لو هنطلع بمعلومه من التندون ريبير، معلومتين، اول حاجه ان احنا عندنا لونجيتودينال فايبرز خلاص متقسمه ان لايرز، يبقى برضو ريبير بتاعي محبب يكون ان لايرز، الا في التندنز اللي بره الشيث لما بنعمل هنا مش لازم، لكن هنا بتعمل كور وسيركمفرنشال. تاني حاجه انه البولي سيستم ده مهم قوي قوي، اذا انتهت الحاله بانه انا خسرت البولي سيستم بتاعي يبقى حضرتك لازم تعمله ريكونستراكشن. تالت حاجه انه العمليه لا يمكن تنتهي بان انا افتح البولي سيستم وخياطه تاني عشان انا جراح شديد، لانه الباراتينون هيبوظ، اللوز البطانه بتاعه البولي راحت خلاص، حتى لو انا مخياطه حلو جدا فهو مش شغال، فما فيش داعي اضحك على نفسي اقول انه انا فعلا صلحته لانه ما بيتصلحش. طيب نتنقل بسرعه عشان الوقت. الاكستنسرز، ايه الفرق بين الاكستنسرز فليكسرز؟ عكس كل الكلام اللي انا قلته صح. في الاناتومي احنا عندنا ايه؟ عندنا بارت تندن وبعدين طالع منه سليبس لاترال بانز، بينسرت مرتين، مره في السنتر سليب ومره في التيرمينال فالينج صح. هيتقال كل الاماكن اللي عليها نقط اسهم زرقاء دي فيكسد بوينتس للتندن، يعني التندن ماسك في هذه الحتت والتندن من غير جراب. امال ازاي انا هعمل كده؟ يعني اذا كان هذا التندن الا اذا كان بيتمط زي الاستك، ازاي انا حاجه طولها ثابت على ظهر ايدي على الدورسوم اوف ذا هاند، في طول ثابت ما بين الميتاكاربال هيد لغايه التيب اوف ذا تيرمينال فالينجز او البيز اوف تيرمينال فالينجز، انا اسف، واقدر ان انا اقفل صوابعي من غير ما يكون عندي ريزيستنس؟ لا. طيب ايه الفانكشن بتاع، هنجاوب حضرتك، ايه الفانكشن بتاعت سوري مش عارف، ايه الفانكشن بتاعت الاكستنسر تندنز؟ رقم واحد مهمين جدا جدا في الديجيتال فليكشن، هيتقال مهمين في الاكستنشن طبعا ما ده باي ديفولت، لكن هم مهمين هنا في الفليكشن، معناها انه العيان اللي خسران اكستنسرز مش هيقفل صوابعه كويس. ازاي؟ هنشوف. طيب هل هو تندون واحد اكستنسر تندون زي الفلكسر؟ هيتقال لا، ده اباريتس وناس بتسميه اكسبانشن. المهم انه ده سيستم كامل قوي من تندنز كتيره وريتناكلمز بينهم ارقام 11 و12، حاجات معديه بالعرض، يعني وضعنا مش سامح بالوقت نتكلم على اساميهم كلهم، لكن المهم انه عشان اعمل كده وكده لازم يكون السيستم ده كله كامل خلاص. هنتخيل الصباع اللي احنا شايفينه، الرسمه اللي هي يا رب تكون باينه على اليمين، والرسمه التشريحيه دي او الدياجرام اللي على الشمال، هما الاثنين حاجه واحده. المعين ده، الشكل المعين ده هو يشبه بالظبط اربع نقط ما بين الميدكاربال هيد والنقطتين اللي في النص اللي طار منهم لاترال بانس وبعدين الانسرشن في الاخر.
دلوقتي حضرتك عشان انا اتني اسبوعي كده لازم المعين ده يقل في ال في ال في الوسطه صح في الميديال تو لاترال اقدر اطوله زي الشبكه. تخيلوا معانا شبكه, الشبكه انا اقدر اشدها كده من قدام لورا واقدر اشدها من سايد تو سايد مع انها طولها ثابت, ده حبل مش استك. ليه؟ لانه الشكل الهندسي بس اللي بيتغير خلاص. يبقى انا عرفنا ان انا عشان اعمل كده من غير ما يكون عندي مجرى ومن غير ما يكون التندون ده استك يبقى لازم يكون له شكل هندسي, والشكل الهندسي ده يتغير ما بين كده وانا بعمل فلكشن وكده, انا اسف كده وانا بعمل فلكشن يتمطع على الاخر ويديا وانا بعمل فلكشن لانه انا شده على الاخر كده, ولما اشده من تحت يكونتراكت يعكس يقصر كده الجناب هي اللي تشد وهو يقصر فيحصل الاكستنشن. طيب يبقى وده اللي حقق لي المعادله الغريبه, ازاي تندون يتحرك من غير ما يكون عندي مجرى ومن غير ما يكون كليسنينج من غير ما يكون بيتزحلق على التيشوز اللي تحتيه, بينه ده شكل هندسي, ده كونسبت تاني خالص من التندون سبحان الله, ده شكل هندسي بيتغير. طيب انا بقى كجراح يفرق معايا هذا الموضوع ايه؟ انه حضرتك طلع ان ريبير اوف ذا اكستنسور تندون في الهاند اصعب من الفلكسر تندون, ده الفلكسر تندون حبل واحد محتاج تخيطه في 2 لايرز, بينما الاكستنسور تندون ده اباريتس لازم كل الشكل الهندسي يرجع تمام, لإلا حضرتك تفاجئ بواحد ما بيقدرش يتني على الاخر, اصل الحته دي ناشفه قوي ما بتجيش, ما هو مش مرن ما بيعملش الحركه دي. يبقى هنا عشان كده بص تلاقي انه انج الاكستنسور تندون اللي اقل اهميه او احنا حاسبينه اقل اهميه بالعكس هو اصعب, والريهابيليتيشن بتاعه اصعب كتير قوي لانه الانسنس انه يلحم في اللي حواليه اعلى بكتير, وده لو مجرى ولا لو ريفيجن ستيجز ولا اي حاجه. فمهم جدا اذا كان عندي انجري كل ايتم من دول لازم يتخيط على حده على الاقل سنتر سليب لوحدها والاثنين لاتر بنز لوحدهم يتخيطوا سيبريت, لانه حركة لو اتخيطوا على انهم سنجل ستراكشر اللي عنده مش ممكن يتني كده تاني خلاص لان هم مش هيبعدوا عن بعض بالظبط. تمام. طب ايه موضوع ان الاكستنسورز بيستخدموا الفلكشن دول؟ حاجه غريبه قوي. دلوقتي انا عندي نوعين من الفلكسر تندنس, واحد سوبرفيشاليس بيتني ايه انترفال البروكسيمال انترفال, ونوع تاني بيتني حلو قوي. امال البروكسيمال فاز بيتني بايه؟ بالانترنسس بتاعه الهاند صح. طيب انا عشان اعمل بوكس بايدي كده هتفاجئ ان اول حركه هتعملها ايه؟ اكستنشن. عشان اعمل بوكس بسرعه انا مش بعمل كده حقيقه, انا عشان ايدي كده اقفل اول حاجه هعملها اكستند الميتاكاربوفالنجيال جوينت, الاول اول حركه اول حاجه هتعملها هتتني الميتاكاربوفالنجيال جوينتس وبعدين تتني مع بدايه الانترنسس تشتغل هتفردهم الاول وبعدين تتنيهم وبعدين يبتدي البروكسيمال انترفالنجيال جوينت التاني الاول وبعدين الديسنتنشن بيتنوا مع بعض هيتقال, بس البي اي بي اسرع الريت بتاعه اسرع. يبقى هنا الانتجريتي بتاعه الاكستنسور مهم جدا عشان اعمل بوكس ده بسرعه, ان انا اكستند سنه في الاول عشان احطهم في تنشن وبعدين يبتدوا يفلكس الصوابع بالبي اي بي الاول وبعدين دي اي بي. طيب يبقى احنا دلوقتي اتفقنا عشان ابقى عندي فليكسد فينجر ام سي بي اكستنشن الاول وبعدين فلكشن وبعدين يبتدي البي اي بي التاني مع الدي اي بي سيمالتينيس لكن البي اي بي اسرع. يبقى احنا عشان نستفيد من البيزكس محاضرتنا هنا لازم شغلي في دماغي يتغير. اول حاجه ان البولي مهمه جدا جدا, يمكن اهم التندن. التندن ينفع يتراجع والبولي ما ينفعش يتراجع الحقيقه. البولي لما بيتراجع بيتراجع على عمليه ثالثه, تشيل وتحط بوري كونستراكشن تعملها تندن وبعدين ترجع تحط ووتر صناعي جواها وتبدلها والكلام ده كله. تاني حاجه انه الاكستنسور تندن ده از نوت ا سنجل تندن, ده اباريتس وانا بصلحه ولازم اكون عارف شكله عامل ازاي, اصلح لاترال بينز واصلح سنترال تندن واعرف الاري رينج اوف موشن بتاعي خلاص. تالت حاجه انه الفلكسرز والاكستنسورز مهمين زي بعض ارجوكم, احنا دايما الناس مهتمه قوي بموضوع الفلكسرز اكتر. شكرا.